اهلا وسهلا بكم معنا من جديد متابعينا الكرام. انضم الينا مجددا الحكم الوطني الكابتن حسين العبدلي. اهلا وسهلا حسن لانه في فرق بين حسين وحسن دائما، فاهلا وسهلا فيك استاذ حسن. اهلا مرحبا، صباح الخير ان شاء الله. كيف نبغى نتكلم عن مجريات السباق سواء كان يوم امس واليوم ونظام اللجنه التحكيم هذا الموسم؟ الحمد لله بالنسبه للامس والاحداث اللي كانت، طبعا الحمد لله يعني كان في انسحابات طبعا من بعض السائقين باسباب اعطال فنيه للسيارات. حصل انسحاب داخل المرحله بسبب حادث كان في وسط المرحله امس، لكن الحمد لله انه يعني الاصابات ما كان في اصابات والحمد لله كلهم ايوه الحمد لله. والان اليوم في الصباح انطلقت 23 سياره ومن الفئة تي 1 والتي 2، وبالنسبة للتي 3 عندنا 2 انطلقوا وخمس دراجات انطلقت اليوم. اليوم خمس دراجات؟ خمس دراجات نعم. حلو، يعني عدد الفرق المشاركة في هذا الموسم كم تقريبا؟ المتسابقين نعم المفترض انه 33. جيد. ولكن خسرنا يعني انه سبب انسحابات، اعطال في السيارات سببت انسحابات يعني للعدد، فاصبحنا الى 25 سياره انطلقت اليوم. وبعدين وقت الانطلاق طبعا المفترض 25، وعندنا انطلاق من المغواص صباح اليوم تعطلت سيارتين واصبحنا على 23 سياره. جيد، السنه هذه وش يفرق عن المواسم الماضيه؟ غيرنا بعض المواقع في الانطلاق في المراحل نفسها. كيف؟ ودي توضح على اساس المشاهد الكريم يعرف. يعني في 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 مناطق العام الماضي كانت موجوده في السابق اخذوها المتسابقين او نفس المرحله المتكرره. العام هذا غيرنا المواقع لتجديد المكان، يعني تجديد المكان او اختبار قدرات اكثر، ممكن نقول ان القدرات للسائقين. جيد، من خلال ودنا نتكلم برضو على نواحي اخرى. احنا كنا نتناقش مع الضيوف الكرام النتائج الايجابيه اللي تخرج بها مثل هذه الراليات او المشاركات، وخاصه الرالي حائل انطلق تقريبا له 12 سنه تقريبا. نعم صحيح 12 سنه. ايش المخرجات اللي طلعتوها انتم كلجنه تحكيم؟ اول حاجه بالنسبه للسائقين وبالذات في منطقه حائل صار اصبح في ثقافه حقيقه لدى السائقين في تعديل السيارات و مشاركاتهم الخارجية خارج المملكة بيمثلوا المملكة، فهذه كلها طبعا بتنعكس على وضع الرياضة في المملكة وخاصة رياضة السيارات. جيد، احنا طبعا طالما معنا متخصص احنا ما نبي ندخل في ما يتعلق بالخصوصية للجنة التحكيم، ولكن نتكلم عن أولا مشاركة، هل تم في فعلا استقطاب أو فرضا صنع حكام وطنيين؟ نعم صحيح، الاتحاد السعودي قام بإعطاء دورات متخصصة للشباب السعوديين في تخصص رياضة السيارات، وأصبح في عندنا الحكام وبنطلع مشاركات خارج المملكة. جيد، يعني إن شاء الله بنشوف خلال الفترات القادمة إن شاء الله يعني بيكون كامل لجنة التحكيم بيكونوا مثلا شباب سعوديين ان شاء الله. احنا وفي طور ان شاء الله الاتحاد السعودي في طور ان شاء الله انه بيعطينا دورات خارجيه ان شاء الله للمشاركه، على اساس ان شاء الله يكون يعني قدر المستطاع انه يكون الحكام اغلبهم من السعوديه، ولكن نفرض عليك انه في يكون حكم دولي من الاتحاد الدولي. جيد، الان كم تقريبا النسبه في تزايد عدد الحكام؟ نعم والله العدد ما يحضرني الان، ولكن في عدد كبير يعني ما هو عدد بسيط. وصرنا نستقطب عن طريق الاتحاد السعودي الان في متطوعين كمان في حبهم لرياضه السيارات، وتم اعطائهم دورات مبسطه في التعليمات والانظمه بخصوص بالذات الرالي يعني. طيب خلينا نتجه قبل شوي، طبعا الزملاء طلعوا لنا بالمسار الخاص بالمتسابقين، خروج تقريبا مطير من المسار او نعم. هذا وش
بالنسبة للمتسابق طبعا هو عنده نقاط مخفية اللي هي بالانجليزي الواي بوينت هذه، المفترض ان هو يعدي عليها هذه كلها على اساس انه ما تحسب عليه غرامات اضافية باوقات زيادة للوقت، انه هو المفترض ياخذ اقل وقت في السباق. فاذا كان راح وعدى على النقاط المخفية هذه ولو انه بطريق او باخر، وانه يعني اهم شيء انه اخذ النقطة هذه، فما عنده مشكلة. يعني وضعه سليم الان؟ وضعه سليم ما عنده مشكلة، هو اهم شيء انه لا يسيب النقاط المخفية هذه وياخذ طريق مختصر او طريق لقى مثلا، يعني ما اتكلم على شخص معين ولكن اتكلم عليه متسابق، لقى جرة معينة مشي على الجرة هذه وساب النقاط المخفية اللي هي الواي بوينت هذه، تحسب عليه اوقات اضافية. توقعاتكم اليوم انه بيكون في هناك يعني خاصة ظهر المرحلة يعني جديدة عليهم؟ المرحلة ما شاء الله تبارك الله، الآن كنا مراقبين سير المركبات، ما شاء الله السير في خط المرحلة جدا ممتاز، السيارات ماشية، في تنافس بين المتسابقين، الدراجات النارية ما شاء الله ماشية وضعها طيب، فالحمد لله إلى الآن الأمور الحمد لله ممتازة. يعني إرضاكم عنهم ك أداء؟ الحمد لله، أنا قلت لك إنه الآن في ثقافة عند الشباب في أنظمة وتعليمات والسلامة في الراليات، فصاروا معظم الشباب نقدر نقول يعني أغلب الشباب الآن إنه صار التزامهم بالسلامة لسلامتهم يعني يعتبر في المقدمة، إنه هو بيحافظ على سلامته، بخاصة إنه يكون رابط الحزام، لابس الهلمت، الخوذة نفسها مقفلة، لا قدر الله لو حصل أي حادث بعد الله سبحانه وتعالى هذه بتحمي كلها. نتكلم يعني بصفة شخصية، أنت بحكم أنه تواجدك في الرالي من سنوات ماضية كثير، الفرق المشاركة أو المتسابقين المشاركين السنة هذه أتوقع أنه أقل أو العدد كان أقل. إحنا أعدادنا ما هي بعيدة، يعني كلها تقريبا متقاربة في الأعداد. في رالي في دورة الإمارات، في بعض الشباب قلت لك في مشاركات دولية تطلع من عندنا، ففي شباب عندنا مشاركين خارج السعودية، وفي شباب ما يكون عنده مثلا تعديل على سيارته وما غلقت السيارة على وقت الرالي، في حاجات متطلبات لسلامة السيارة عشان تعدل الفحص الفني وما غلقت، هذه كلها أسباب إنه ما يخلي المتسابق إنه يخش مشارك في الرالي، وهذه أحد يمكن الأسباب إنه نقص شوي من العدد، زي ما أنت بتقول إنه العدد فيها أقل، رغم إنه في عندنا ضيوف ما شاء الله من خارج السعودية، من قطر، من الكويت، من الإمارات موجودين معنا. جيد. بعد قليل الزملاء طبعا بيظهرون المسار إن شاء الله وبنكون لنا تعليق عليه. بخصوص الآن التهيئة والتجهيز، أنتم طبعا لكم ورش عمل قبل ما ينطلق الرالي. في موقع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في الموقع موجود جميع الأنظمة المتطلبات لدخول السيارات في الرالي، وعلى المتسابق أنه أول فريق بالأصح يكون مجهز السيارة هذه. نعم، نشوف هذا المسار. طبعا في المتقدم طبعا فارس، نعم ما شاء الله، الاول والثاني مطير والثالث سلمان وكذلك بعد احمد شهيل، شايف وبعد وسام الشمري. نعم الارقام انا ما حقيقه اللسته ما هي قدامي الان عشان اشوف الاسماء المتسابقين، نعم. ولكن زي ما شايف ما شاء الله تبارك الله المسار اغلب الشباب ماشيين على نفس المسار وما عندهم مشاكل، ويعني حتى مراقبتنا الان قبل دقائق قبل المقابله قمنا بفحص يعني بعض السيارات ومسارها على الرالي انهم ماخذين النقاط المخفيه. جيد. في طبعا موضوع مهم عند السائقين او شيء، انتم تبحثون عن موضوع اللي هو التهيئة، يكون يعني فيه عندكم كشف على النواحي الصحية، الكشف على الأشياء هذه، لكم علاقة فيها أو
من شروط الحصول على رخصة الرالي والدخول في الرالي انه على المتسابق انه يعمل الكشف الطبي ويرفق الاوراق رسميه الى الاتحاد السعودي لاصدار رخصه الرالي. طيب ودنا نذكر اذا كان في امكانيه انه الشروط المتضمنه للعمل في هذا القياده، وخاصه الان ما شاء الله ملاحظين في رالي حائل اغلبيه المتسابقين من ابناء المنطقه. نعم ما شاء الله تبارك الله. هذا يدل على ثقافه ترى في رياضه السيارات لدى ابناء المنطقه. جيد. الان في رالي جده. يعني اتكلم عن انه برضو ايضا في رالي جده. نعم. هل الان يعني زي هذه الثقافه هل هي ايجابيه او سلبيه انه مثلا ابناء منطقه جده مثلا او ابناء منطقه مكه المكرمه بشكل عام نتكلم انهم هم اللي يستحوذون على السباق وابناء منطقه حائل هم اللي يستحوذون الاغلبيه على السباق؟ ولا وش الجو؟ لا هي مهارات للسائقين حقيقة. قوة السيارة، مهارة قائد المركبة، مهارة الملاح في إرشاد قائد السيارة بالنقاط المخفية، هذه كلها أسباب إنها تخلي المتسابق إن هو يجيب أقل وقت والفوز من اي منطقه. ما يعني ما دخل منطقه مكه او منطقه حائل ما دخل فيها، ولكن مهاره السائق. احنا نلاحظ، انا اقول نلاحظ الان يعني زي الان ما شاء الله نشوف الاغلب الاسماء المراكز الاولى ابناء منطقه حائل، يعني وقله ما يكون في مشاركه من خارج منطقه حائل ويكونون يعني احنا بعيد عن نتكلم عن كابتن يزيد الراجح. للاسف الشديد انه هذا العام من ابناء منطقه مكه ما في مشاركات. في عندنا طبعا احنا نتكلم في جانب بعيد عن موضوع التخصص. نعم. ولكن نتكلم عن كفكر وكتحقيق نتائج المرجوه من اقامه مثل هذه الراليات وتعددها. هذا ما انا قلت لك في السابق انه من احد الاسباب عدم مشاركه من قائدين السيارات عدم تجهيزهم السيارات للمتطلبات للرالي. ف يمكن مجموعة من منطقة جدة السنة هذه ما هم مشاركين، هذه أحد الأسباب. وفي منهم اعتزلوا زي الكابتن أحمد الصبان اعتزل في رالي جدة عن الراليات الصحراوية. فهذه الأسباب إنه ما في مشاركات من عندك منطقة مكة، وأغلب الشباب ما شاء الله من منطقة حائل وهم ما شاء الله الآن متصدرين في المراكز. الرالي القادم تتوقع انه فيه مشاركه من كافه المناطق؟ انت عندك فيه الان عندك شباب موجودين ما شاء الله في المشاركه هذه من الرياض من القصيم ومن شباب حائل ما شاء الله. واحنا ان شاء الله نتمنى يكون العدد اكثر عشان نطلع برياضه السيارات هذه. دور الاتحاد الان في وخاصه في طبعا انا بستغل وجودك كونك فني ومتعمق في الرياضه هذه ومعرفتها. قضيه الرعايات وقضيه الدعم وقضيه الاشياء هذه كثير ما نلاحظ حتى يعني احنا نتقابل مع السائقين يشاركونا يتكلمون في موضوع اللي هو الدعم، الدعم المادي، وخاصه الرياضه هذه يعني تتطلب الى تكاليف ماديه عاليه. الاتحاد السعودي ما له بموضوع المشاركات هذه لانه هي حاجات شخصيه او اداره فريق، انه هو يكون في اتصال مع واحد من الرعاه يقوم برعايته يعني لتجهيز السيارات والمتطلبات في دخول الراليات. انت ما زلت دائما معطيني اجابات دبلوماسيه لحد الان، يعني احنا نبحث على انه في قضية اللي هي الآن وخاصة الآن في راليات قادمة، صح ولا لا؟ في نعم مناطق إن شاء الله أخرى. في الرياض بإذن الله وعلى القصيم إن شاء الله. في القصيم وعسير إن شاء الله. عسير السنة هذه إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله تعالى. يعني إن شاء الله. حينطلق إن شاء الله. بإذن الله تعالى. طيب جيد، زي هذه الراليات يعني وش اللي يختلف عنها؟ يعني في مثلا زي جدة. جدة الآن لها موسمين. صحيح؟ لا واحد رالي. جدة واحد رالي. كل سنة واحد رالي في جدة. لا انا اتكلم يعني انه موسمين على رالي جده رالي جده ورالي حائل في السنه عندنا الان اللي هي موجوده.
لا نتكلم عن جدة فقط واحد. الآن لها سنتين صح؟ نعم عامين لها عامين. المشاركة فيها يعني بيئتها أو طبيعة التضاريس هناك، هل هي في نفس الصعوبة أو في نفس الوعورة اللي موجودة في حاي؟ المكان مختلف. نعم جدة المناطق اللي موجودة فيها جبلية وفيها نفس التربة مختلفة عن منطقة حائل، ففي فرق بالنسبة للسائق اللي من حائل أو من الرياض لما يجي جدة بيجد صعوبة شوية في التعامل مع التربة حق جدة. التربة مختلفة، نقدر نقول إن هي واجهة بحرية غربية للمملكة، نفس طبيعة الأرض تختلف. من هناك عندك المناطق، يعني ما أقول لك إنه هي تراب، ولكن ممكن تقول إن فيها غبرة، غبرة متراكمة، والسيارات تمر فيها. جاءت منطقة يعني غرزت فيها سيارات، يعني مجموعة كبيرة، لأن المنطقة جدا يعني خفيفة. هذه تبين مهارات أكثر طبعا. وفي حقيقة يعني من ملاحظتنا في الرالي ومتابعة الرالي في جدة، طبعا كان يختلف عن منطقة حائل، حتى من شباب جدة يعني غرزوا في المنطقة. نعم لأن المنطقة ما هي سهلة، وعملية رسم الطريق يعني كانت ممتازة جدا هندسيا أعتبرها، عشان تبين السائق وقيادته ومهارة السائق. ابتسامتك جميلة صراحة، ولكن الابتسامة هذه ايش خلفها؟ أبي أعرف، يعني أعرف أقصد أنه دعوة إلى أنه فعلا، أنا أتمنى أو ممكن هذا رأيي شخصي، ورغم أنه ما لي رأي في هذا الموضوع، احنا ناخذ الفكر الأساسي من عندكم، أنه خلال المواسم القادمة حريصين على أنه تبادل الخبرات ما بين المناطق من قبلكم أنتم كاتحاد أو كإشراف على الفرق المشاركة. ما 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 فهمت الفكرة. أنه الآن أنت تكلمت عن جدة أنه تربة لها أو بيئتها لها ظروفها أو لها طبيعتها. لا نعم. وهنا حائل لها طبيعتها. لا الآن مارسوا شباب في حائل هنا الطبيعة هذه لها سنين عدة ما شاء الله. جدة ثلاثة سنوات الراليات وليس تقريبا ثلاثة. فالآن تحرصون على أنه فعلا في مشاركة ما بين المناطق، يعني أبناء منطقة مكة ممكن يعني دعوة لهم أن يشاركون في حائل، واللي في حائل يشاركون من أول رالي. إحنا من عام 2006 من أول رالي في حائل مجموعة شباب من جدة، يمكن حدود 8 سيارات كانت مشاركة في أول رالي. إلى العام الماضي كان في يمكن حدود 7 سيارات من منطقة جدة مشاركين في رالي حائل، لكن هذا العام للأسف الشديد ما في ولا واحد منهم استطاع أنه يحضر الرالي. في قراءتك الأسباب ممكن؟ بقول لك أنه في السيارات ما هي جاهزة، اللي عنده مشكلة في الماكينة، الداعم ما وجد واحد يدعمه، أنه هو عشان يعني تعرف في متطلبات، في تكلم مبالغ وفي حاجات يعني متطلبات في الرالي، فاحتاج داعم، فما لقى له دعم فما قدر يجي. يعني طبعا زعلت حقيقه انه من شباب جده ما جاء ولا واحد منهم. كنا مبسوطين انه في مشاركه من جميع مناطق المملكه، بيجتمعوا في رالي حائل ولا بيجتمعوا في رالي جده ولا عسير ولا ان شاء الله في الرياض وفي القصيم كمان. بالعكس هذه حاجه ممتازه بالنسبه لانه الشباب يتعرفوا على يعني على بعضهم من جميع مناطق المملكه. مثل هذه قضية الدعم، ما الدعم هذا ما يهدد الرياضة، رياضة السيارات؟ والله نعم هو يهدد، ولكن نتمنى أنه في رعاة للسابقين على أساس أنه رياضة السيارات هذه والراليات بالأصح، لأنه الآن يعني إذا في الرزنامة الجديدة بالنسبة للاتحاد السعودي في عدد لا بأس به من الراليات في مناطق المملكة، ونتمنى الدعم من الشركات الكبيرة تدعم المتسابقين على أساس يمثلوا المناطق حقتهم، يطلعوا برياضة الراليات هذه بإذن الله. الكابتن حسن عبد الحكم السعودي في لجنة التحكيم والخاصة برالي حائل لهذا العام، نشكر تواجدك معنا ويعطيكم ألف عافية تجاوبكم معنا أول بأول. شكرا لكم بصراحة، يعني هذا شيء تشكرون عليه.
تعاونكم معنا خاصة قناة الرياضية في إيضاح دائما أول بأول ما يدور في هذا الرالي، وطمأنتنا أول بأول عن المتسابقين. الله يعطيكم العافية إن شاء الله، وإحنا موجودين معاكم إن شاء الله على طول امتداد الراليات إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله، شكرا لك. شكرا لك. ما زلنا متواصلين معكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية على الهواء مباشرة، مستمرين ولكن بعد هذا الفاصل سنعود لكم، ابقوا معنا.
اهلا وسهلا بكم من جديد. شاهدنا وياكم قبل قليل هذه اللقطات الجويه للمسار لهذا اليوم والمنافسه لهذا اليوم في ثاني مرحله، والمتبقي ان شاء الله يوم غد باذن الله حتى نتعرف ويتم التتويج للفائز بالمركز الاول سواء كان في الفئات التي 1 او التي 2 او التي 3. نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع والسلامه اولا واخيرا للمتسابقين. طبعا تحدثنا اليوم عن المتسابق راجح الشمري واللي يعني تطلب الامر الطبي انه ما تكون له مشاركه اليوم، فبدنا نوضح الاسباب اللي يعني تلازمت معه الى ان وصل انه اعتذر عن المواصله لهذا اليوم في المشاركه. نشاهد هذا المقطع الفيديو للكابتن راجح الشمري والذي تعرض لحادث في منافسة في رالي جدة. نقول ألف حمد لله على سلامته إن شاء الله وما يشوف شر، وبإذن الله تكون المنافسة القادمة بإذن الله حافلة بتتويج تتويج بالمراكز الاولى. اهلا وسهلا فيك كابتن راجح. هلا فيك، هلا فيك، الله يعافيك. يقول الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ما تشوف باس. الله يسلمك. وجودك في المنافسه هذه برضو اضافه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نعم. الحمد لله على كل مقطع. الحمد لله. احنا اذا كان جاهز المقطع بس تحب تشوف المقطع دائما ولا على قول؟ لا ما احب اشوفه. الحمد لله قدامك. ودك تحكينا عن 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 القصه وشلون صارت وشلون يعني المضاعفات اللي صارت معك؟ رالي جده طبعا. نعم. اي رالي جده طبعا بلنتي ما اخذنا معلن ولا بلنتي، اخذنا المسار صح. ممتاز. رجعنا مثل مره واخذنا المسار صح. نعم. كل منطقه فلات مشاهد. هذه اللقطات للسياره. أيوة طبعا. أي نعم هذه طلع منطقه مفتوحه. نعم. كان في تحديث في نقطه بعد 10 كيلو جيد مع المنطقه هذه، كنا تجاوز اخوي الله الحمد لله اول شيء على سلامته، اللي امس صار عليه حادث صالح عبد العال هو اخوي الحمد لله على سلامته، صار عليه برضو حادث برالي جده طال عمر، وبعد الحمد لله على سلامته ورالي جده قبل تحمدنا له والسلام في هذا الموضوع. تجاوزا صار قدامي الغبار علي. حلو. لازم اطلع للمسار شيء بسيط عشان تشوف عشان نشوف قدام. الشمس كانت وقت عصر او بعد العصر، مش سعين يعني اخر تعسين الاخر يعني على قولته وكبسه وشغلته. طيب طول عمر فجأة قدامي فحات شيول. ها زي ردمية ولا نطة كذا فحات شيول دافع الشمس ما يمديني الا فلا. رحنا بدل ما نروح سيدا نروح شقة المسافة فوق. طلعت السماء ورحنا فوق يا رجل. اللي يحسبوها يمكن 62 متر يعني ما اقول ارتفاع عن الارض. لا يعني من طلعت اخر كفريه ما نزلت ما ادري عاد فوق ما ادري كم، بس يوم نزلت الارض 62 متر من مطلعه. لا لا نزلت. نعم. نزلنا. كم كانت سرعه السياره تقريبا؟ يمكن 160. 160 تقريبا. جيد. اذا المهدي 160. يعني المتوسط نقول 160. اي منطقه مفتوحه طبعا. نعم. السياره يعني اخر داعس الى الاخير. ولا انا مع خط ما انا مع طريق. نعم. على الطريق مع اخوينا صالح عبد العال كان قدامك وفي غبار ما اشوف والشمس كانت بعيوننا. اخذت الرديه هذه اخذنا هذه طول عمر لقيتها طول عمر ورحنا نزلنا بدل ما نزل شو لقينا حلو تحت نازلين زول. اي انا طبعا الناس يقول كل يقمع عليك. لا متعودين انا على القنطات هذه يعني ما اختل يعني بنطي اقوي علي يوم بعد ما تقلبت السياره يقولون 11 قلبه. اي 6 على وجهه ممكن 4 او 5 على جنب. يعني اخذت نزول السياره بوجهها بس كذا طول عمر نزلت السياره الكفر اليسار قدام يمكن المقطع واضح. إيه؟ راح المسامير انكسر الدفرنس كامل طار
كث اضطراب وجهه، اذكر قلب بعدين اغمي علي، ترى قبل 10 كيلو الخطبنيه ناب طبعا. نعم. اي كان في حزام شوي ما هو مربوط لاني كنت مبنشر. اها. ومن المنافسه وست المنافسه ما يعني استحسن اني اربط الحزام صح. جيد. طلعت من فوق القزاز. اذكر شعرت بعدين بالقلب الثاني او الثالثه اني حسيت اني من فوق الدركس والسكان طلعت مع القزاز اللي قدامي. طحت وبعدين حسيت ان رجلي جرت فوق راسي يعني سببت لي خمسه اغراض بظهري وعندي الصدر وعندي الدم. خمسه والاطراف القطنيه بالظهر. انت تتكلم عن 62 متر. 62 متر يعني وش هو؟ جاي قذيفه دي صدق؟ والله يعني الحمد لله الحمد لله على الحمد لله على السلامه وسلامه الحمد لله على اخي مبارك الشمري بعد الحمد لله على سلامتكم. ايوه هذه اللي اشعرت واذكر هذا كذا بعدين اطبيع علي صراحه. طحت في الارض رحت السياره تقلب من الملاح. الملاح طبعا ما تحرك كان مشاد الحزام صح؟ رابط حزام. اي انا علي بس الخوذه هذه هي الفكه طبعا حصل لي ضربه بالراس. الحمد لله انه يعني ايوه ومن المكان هذا طول عمر اوجه شكر لاخوياي اللي جون وقاوموا واسعفونا والشيخ طول عمر وطبان الجربه اللي لازم بالمستشفى ومستشفى جده طول الليل سهران عندي هو من اهل جده طول عمر اوجه له من المكان هذا الشكر. الله يجزاه خير. اي والله والشيخ وطبان الجربه. طيب بعدها رحت طبعا قالوا لك المستشفى، ايش قالوا لك المستشفى وقتها يعني كم قعدت؟ مدينة الملك عبد الله. اي جلست والله ممكن يومين ثلاث ايام بعدين. الملك عبد الله اللي في مكه ولا في جده هي؟ لا بجده، مدخل جده على اليمين. طار تبع الحرس او صح؟ اي اي ونوموني هناك صار عندي ضربه بالراس ولين يسالوني قلت ليش تسالون الاسئله هذه؟ قالوا انت كايك ضربه بالراس يخافون لا يكون في ارتجاج في نزيف في شيء فيها الدم لا تاخذ اسهل واجد قطع اذني وكلي والجسم كله ضربه وخدمه غير الظهر بس ما تحرك ترى ثبت انت مكانك ثبت وبعدين ما قوة تحرك جابونا بالطياره من جده طول عمر باللي تشيل الحلال بدل ما اطلع مع المسلمين الناس جابونا بالطياره اي بس اطلعونا بكرسي من وراء واكون بالطياره لقيت حائل هنا تنومت بالمستشفى بالبيت طول عمر جلست لفتره يمكن قبل الرالي هذا يعني فتره بسيطه فتره من الرالي جده ست اشهر قعدت ست اشهر تحسنت حالتك تحسن الحمد لله اشوى حالتي الحمد لله. طيب وشو لا تشارك السنه دي طالما انك انت؟ والله مع ان الدكتور ناصح يقول لا تشارك الا اذا في سياره ريحه جدا. الرالي ما في راحه يعني ما ادري وين بتركب انت والله الطياره؟ والله اعلمك الروح الرياضيه لاني انا من 2006 وانا مشارك مشارك معروف هذا الشيء. الى يعني لحد الان وانا مش عارف بس لنفسك عليها حق عيالك هلك لهم عليهم حق والله عليهم حق والمنطقه علينا لها حق علينا والدين له حق علينا وكل وانتم لكم حق علينا لا بس يا ابن الحلال سلامك هي الاول الاولى يعني ما هي بالشغله الحمد لله اي نعم هذا حب وجنون للرياضه وعشقها وهذا الشيء ولكن ابن الحلال على الاقل شوفك معنا موجود وتفيد اخوياك بالنصح وبالمساعده وبالشيء ان شاء الله السنه الجايه لا تضحك علي احيانا ودي لو ظهر يعني ممكن انا عندي مشكله شوي الظهر الدكتور ناصح والمشكله السياره فيها شوي مشاكل مع ان امس يعني المفروض يدخلوا على الخمس رواية طبعا الكابتن راجح على ذلك وعلى المشاكل اللي يعانيها الله يجزاه خير شارك امس دخل السباق اي نعم ودخل السباق وسر برضو عطل بسيط وجلس يشتغل ثلاث اعطال ثلاث اعطال هي المفروض ادخل مع الخمسه الاوائل امس ايه بس كان عندي طلبات البنزين حق التانك الاضافي حق الرالي يختص بالرالي تعطل
لان السياره اول شيء اشكر فرحان الصبر وشافي بطير على جيبتهم سياره لي، لان سيارتي ما جاهزه، انا تبع المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني، واشكر المحافظ الدكتور احمد الفهيد على دعمه لي، انا سيارتي تبعهم اللي نعم. صار عليها حادث قبل شوي تبع المؤسسه العامه نعم، وسيارتي ان شاء الله تجهز وادخل رالي الجاي بقوه ان شاء الله باذن الله باذن الله مع الله ثم مع اخويا. انا بس انا احد المسؤولين موظفين المؤسسه العامه، يمكن شايف شعاره شفته اي نعم. بس هذه الشغله وش يبي لها؟ يبي لها سبونسر، يبي لها دعم. اترك سبونسر، يبي لك ترتاح اول شيء. مرتاحين مرتاحين الاسبوع الجاي خلاص ان شاء الله. الحين كم قال لك الدكتور؟ ايش نصحك؟ ايش قال لك الحين؟ يبي لك كم؟ الزم الراحه. كم يبي لك؟ سنه؟ لا 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 تطول عاد. ليه لا تطول؟ ترى الظهر ذا ما هو بسهل. لا ان شاء الله ان شاء الله سهلات ان شاء الله. قبل الحالات ترى الحاله تفضح قلوب العالم. ها؟ خلي الدعوه مستوره. لا والله صدق راجع شوف. ذكرك وسمعك وتفانيك هذه ترى احنا من بدايه الرالي واحنا مشاركين معكم. ولا تحكي لا تطول علي بالحكي، انا طول عمر انا رجال رالي. سام؟ انا رجال هوايه الرياضه رالي السيارة. العشق العشق اليوم اني ما انا معهم رالي اركض يعني معهم اركبني دباب واطير معهم وظهري تعبان. لا مع سيارتي شوي بتعبان. والله يا هلك الحين وعيالك بلا شوفيك عارف يبونك. الله يعافيك. لا قدامك العافيه. اول شيء طيب اول شيء اشكر امير المنطقه ونائب وسموه اول امير من مساعد رئيس هيئه التطوير حايل عبد الله بن خالد على جهودها وقيامه برالي حايل، والله العظيم يا رالي حايل. يعني السنه بعد عيدين، عيد رمضان وعيد الفطر وعيد الضحيه. والعيد الثالث عيد الرالي. ولا وزود من الاعياد يعني فعالياته والناس واجتماع واجتماع قلوب مع بعضها يا رجال بس خلى وناسي بناسي. والله العظيم الرالي هذا يعني صراحه صراحه انا بالنسبه لي وللناس والجمهور واشكر الجمهور واشكركم انتم كقنوات رياضيه واشكر العالم جميعا ودوائر حاي ورجال الاعمال بنجاحهم للرالي حاي. الحين عندك خط جبه هذا يمكن 8 كيلو تلقى نقطه تفتيش. صادق 8 كيلو مو 10 كيلو 7 كيلو تلقى نقطه تفتيش كله تحت تلقاط ترتيب وحفاظ على الروح المسلمين كله بجهود جهود المنطقه وامير المنطقه سعود بن المحسن الامير سعود بن عبد المحسن. نعم ورجال الامن وانت لكم الشكر وانت بالعلمين. بالعكس والله الحين الجمهور انا اوجه له بعد شكر يا شفته بالطريق بالمسار يعني امس كنت يعني متعب ثلاث مرات يوقف بين اشرب بنزين يعني شرب له بنزين بعد اسحب بنزين بلي للتانك الاضافي مضر بالصحه هو مضر بالصحه وش البنزين اي والله بعد ما شرب بعد ما شفت كنت نصت بس شقر شوف نسحب بنزين ويعني تخيل الوقت هذا يبي له كم. طيب انا استاذنك طبعا عندنا الاحداثيات الاخر المسار اللي طبعا في المركز الاول فارس الشمري والثاني مطير والثالث سلمان الشمري والرابع احمد شهيل والخامس تقريبا سامي الشمري في المسار اللي نشاهده. طبعا هذه النتائج اول باول نحاول ان نقدمها ويكون في اطلاع للمهتمين والمتابعين لمرحله هذه اليوم. دعواتنا لهم بالتوفيق ودعواتنا ايضا لهم بالسلامه باذن الله. طبعا الاستاذ المشاهدين الكرام ننتقل اذا كان ننتقل الى استديوهاتنا في الرياض نعم نعم الزملاء يقولون يعطيك العافيه. طيب راجع نقول لك شكرا لك وقدامك العافيه ان شاء الله ونشوفك ان شاء الله قدام في المسابقات والمنافسات الجايه تكون احد المنافسين والفائزين بالمراكز موفق ان شاء الله. الله قدامك العافيه الله شكرا لتواجدك معنا. الله شكرا للكابتن راجح الشمري لتواجده معنا والذي طبعا خرج من هذه المنافسه والمسابقه بسبب بعض الظروف الصحيه وكذلك ايضا الاعطال الفنيه. دعواتنا له بالتوفيق ان شاء الله خلال المنافسات القادمه. ايضا متواصلين معكم مشاهدي الكرام ننتقل للزملاء في استديوهاتنا في الرياض لتقديم نشرة الأخبار الرياضية ونعود لكم لنستكمل ما تبقى لدينا من تغطيتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.
فارس المنشا يتصدر اليوم الأول من رالي حائل. الاتحاد بطل لكأس المملكة لكرة السلة. منتخب الناشئين يبدأ معسكره استعدادا لآسيا. طابت اوقاتكم وسعد الله ظهيرتكم بكل خير. تابعوا نشرة الاخبار الرياضية من القنوات الرياضية السعودية. نبداها بالخبر الاول. تصدر السائق السعودي فارس المشنا اليوم الاول من منافسات رالي حائل التي انطلقت من منطقة ام القلبان وحتى ضبع قنا بمسافة تقدر ب 270 كيلو متر، واستطاع المشنا من قطع مسافة المرحلة بزمن بلغ قدره 3 ساعات ونصف ساعة. واستفاد المشنا وزميله من انسحاب ابرز المرشحين للفوز باللقب السائق زيد الراجحي، واحرز السائق مطير الشمري المركز الثاني بفارق دقيقة و45 ثانية، فيما نجح السائق مشعل الصعيدي من تحقيق المركز الأول في فئة التي 2 والثالث بالترتيب العام بتوقيت قدره 3 ساعات و39 دقيقة. حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يومي 12 و13 من مايو المقبل. وكشف اتحاد القدم أن المباراة الأولى بين الفيصلي والأهلي حامل اللقب، والتي ستقام في 12 من شهر مايو المقبل على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بمحافظة المجمعة، بينما يستضيف الهلال نظيره التعاون على استاد الملك فهد الدولي بعد ذلك التاريخ بيوم. يجري الظهير الأيمن لياسر الشهراني عملية جراحية في فرنسا على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لثلاثة أشهر بعد أن أجرى اللاعب فحصا طبيا وأشعة على موضع إصابته بينت تعرضه لتمزق جزئي في وتر العضلة الأمامية إثر إصابته في مباراة المنتخب السعودي أمام العراق الثلاثاء الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم في روسيا 2018. يلعب المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم 3 لقاءات ودية أمام ناشئي الاتفاق والقادسية والفتح في معسكره بمدينة الدمام، والذي يستمر لمدة أسبوع تأهبا لخوض التصفيات القارية خلال العام الجاري والمؤهلة لنهايات كأس البطولة الآسيوية، استمرارا لمعسكره في الفترة الماضية في جدة ودبي للوقوف على إمكانيات اللاعبين واختيار القائمة النهائية. وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تقديم موعد لقاء التعاون والأهلي بالأهلي الإماراتي بدور المجموعات لدور الأبطال الآسيوي بعد طلب من نادي التعاون. ومن المنتظر أن يلتقي التعاون مع الأهلي الإماراتي في 11 من شهر أبريل الجاري بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعات الأولى. النشرة مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. برشلونة يفقد رافينيا أمام يوفنتوس والريال. أهلا بكم من جديد. تمكن الاتحاد من تحقيق بطولة كأس المملكة لكرة السلة للأندية الممتازة للموسم الرياضي الحالي للمرة 13 بتاريخه بعد فوزه على غريمه الأهلي ب 87-70 في المباراة الختامية على صالة هيئة الرياضة بمدينة جدة. وحفلت المباراة بالكثير من الإثارة والندية خصوصا في الفترة الأولى والتي انتهت بالتعادل ب 20-20. وبعد ذلك دامت السيطرة الاتحاد الذي تفوق بالفترة الثانية ب 43-37. وتفوق الاتحاد توالى بالفترة الثالثة إذ وسع الفارق إلى 60-49 ليضمن الاتحاد حقية التمثيل الخارجي الموسم المقبل في البطولة العربية. يفتقد برشلونة إلى لاعب خط الوسط رافينيا الكنتارا عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع
بسبب إصابة بالركبة، وهي فترة حرجة ستشهد دور الثمانية بدوري الأبطال بأوروبا ومواجهة الغريم ريال مدريد في قمة الدوري الأسباني لكرة القدم. وأخرج رافينيا من الملعب عند الدقيقة 16 في لقاء جمع بين برشلونة وغرناطة. قاد أريتوري فريقه للانتصار مساء أمس على مضيفه فلوريدا بـ4 أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن دوري هوكي الجليد. وأحرز أندرو هدف السبق لمونتريال الزائر في الشوط الأول، غير أن صاحب الأرض أدرك التعادل في بداية الشوط الثاني، واستعاد مونتريال تفوقه في بداية الشوط الثالث بهدف أريتوري ليساهم في فوز مونتريال بالمباراة بـ4 أهداف مقابل هدف لفلوريدا والظفر بلقب القسم الأطلسي للدوري. سجل كارل 34 نقطة ليقود مينيسوتا للانتصار على نظيره بورتلاند ب110 نقاط مقابل 109 نقاط في اللقاء الذي أقيم أمس ضمن الدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة. وتضافرت جهود الأسباني ريكي مع جورجي لمساعدة مينيسوتا على التقدم بنهاية الشوط الأول ب29 نقطة مقابل 23، إذ كافح بورتلاند في الشوط الثاني معتمدا على رميات موريس ليتقدم بنهاية الشوط ب57 نقطة مقابل 49، وانتزع بورتلاند تقدما ب97 نقطة مقابل 96 ليتبادل الفريقان الصدارة عدة مرات. تم النشرة كما بدناها نختمها بأبرز العناوين ونلقاكم على خير. فارس المشنة يتصدر اليوم الأول من رالي حائل. الاتحاد بطل لكأس المملكة لكرة السلة. منتخب الناشئين يبدأ معسكره الإعدادي استعدادا لآسيا. شكرا للزملاء في استديوهاتنا في الرياض. عودة لكم مرة أخرى من هنا من مركز المقوات بحائل، وفي هذا الاستديو بدأنا من الساعة 9 صباحا لهذا اليوم لرصد أولا بأول ما يدور في المرحلة الثانية في المسار لهذا اليوم المتسابقين لمعرفة النتائج أول بأول. بدأنا هذا النهار طبعا استضافة محلل القنوات الرياضية المحلل لرالي حائل الكابتن فرحان الغالب، طبعا بطل رالي 2006. تحدثنا فيه عن الانطلاقة وعن ما يدور مع الفرق وما هي ممكن النصائح اللي ربما تكون مساعدة للظفر بالفوز، وكذلك أيضا التوقعات الحاصلة للفرق المشاركة. عودة مرة أخرى للكابتن فرحان، يعطيك ألف عافية. يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. أفطرت ورجعت. ها؟ أكيد الحمد لله. احنا متابعين متحمسين مع السباق طبعا، متابعين خطوة بخطوة. كيف قريت المسار من خلال تواجدك في الجهة الأخرى من خلال كيف قريت المسار وكيف قريت المتسابقين وفرصهم الآن؟ المسار أعتقد أنه جيد يعني، بس المسار ما هو ذاك الصعوبة على المتسابقين بمعنى أن المسافة أطول، بس أن المسافة يعني طويلة للمتسابقين. والآن كما نشاهد على جهاز التتبع أنه فيه تبادل مراكز طبعا بين المتسابقين ودخول المتسابقين من الخلف الآن بضغط مباشر على الخمسة الأوائل والستة. وشفنا الاسم الجديد الآن سامي الشمري. سامي الشمري المركز الخامس دخول. ها؟ سامي الشمري وفيه الكابتن منيف داخل بقوة، والكابتن مشنا الشمري
داخل على المراكز الستة الأوائل. هذا قبل كم أنت شفت المسار؟ قبل 10 دقائق كذا ممكن أو أكثر، ممكن في تحديث جديد الآن. اللي وصلنا احنا طبعا من الزملاء في الإعداد عندنا في العربة فارس الأول والثاني مطير الشمري والثالث سلمان. صحيح. وشوف النظرة هذه، هذا المسار الرابع ممكن الشهيل، الرابع الشهيل أحمد، ممكن الرابع الشهيل أحمد الآن، سلمان دخل ثالث، والخامس سامي، الخامس سامي دخل بقوة سامي. طبعا أنا أتكلمت لك في أول السباق، أنا قلت إن في بعض المتسابقين عنده استراتيجية معينة طبعا للضغط على المتسابقين اللي أمامه، وكما شاهدنا دخول سامي الشمري على المراحل في وسط المرحلة وتقدم على بعض المتسابقين اللي كانوا أمامه في بداية المرحلة، هذه استراتيجية وتكتيك خاصة في السائق وملاحه. طبعا كما شاهدنا أنت تبادل المراكز بين بعض الفرق الموجودة الآن على جهاز التتبع في المسار، وأتوقع هنالك تغيير برضو، باقي مسافة طبعا يمكن أكثر من 100 كيلو 150 كيلو تقريبا، الآن قطع يمكن تقريبا نص المسافة، ونشوف تغييرات ستحدث في المسار. ولكن أنا أحب أوضح للمشاهدين الكرام أنه طبعا للمركز الأول الكابتن فارس، أنا أتوقع ممكن الوقت اللي المتسابق اللي خلفه مباشرة الكابتن مطير، أتوقع أنه أخذ وقت من الكابتن فارس، ممكن كاسب وقت دقيقة دقيقتين مع أنه خلفه، بس أتوقع أنه أخذ منه دقيقتين أو دقيقة ونص من الكابتن فارس. أنت الآن كم تتوقع ينهون المسار تقريبا خلال التوقيت يعني؟ والله أتوقع أن هنا المسار الأوائل بأربع ساعات، أربع ساعات ونص، لأن المرحلة 300 كيلو بأربع ساعات، أربع ساعات و15 دقيقة، 10 دقائق يعني الآن على وشكم؟ الآن على وشك صح؟ ولا ممكن تقريبا الآن احنا الساعة 1:15 انطلقوا الساعة 9:45 تقريبا. تقريبا هذه لقطات معنا. هذه لقطات اليوم طبعا على وشك، يعني باقي لهم، باقي لهم تحدود 100 كيلو او اقل نص المسافه، وان شاء الله نشوف. ان اهم شيء ان الامن يصلون بسلام جميع المتسابقين، وهذا اللي نتمنى لهم السلامه، وان شاء الله وتحسن مراكز، وكلهم صراحه ابطال اللي كملوا مرحله الامس واليوم، صراحه يعتبرون ابطال، وانجاز هذا بحد ذاته انجاز، انك تكملت مرحله من مراحل السباق تعتبر انجاز لاي سائق دخل هذا الرالي. وصراحه اليوم اعتقد في صار انسحابات للاسف، الكابتن ممكن الكابتن راجح والكابتن الكتبي عبد الله الكتبي خرجوا من مرحله اليوم للاسف، مع انهم كانوا ابطال ومنافسين، والكابتن راجح منافس قوي صراحة على البطولة، واسم بارز واسم قوي ما شاء الله عليه من بداية الرالي من 2006 إلى الآن في رالي حائل، يعني اسم حاضر بقوة على سواء على فئة التي 1 في الأعوام السابقة، والأعوام الأخيرة كان على فئة التي 2 ما شاء الله 2015 و16 كان هو بطل التي 2 على مستوى رالي حائل، حقق بطولات صراحة يشار لها قوية، وكوسائق متمكن وله باع وخبرة طويلة في الراليات، لأنه معاصر الرالي يعني من زملائي من 2006 ومعانا طبعا إلى الآن ما شاء الله مستمر، ومع أن في عنده إصابة كانت في رالي جدة، إلا أنه أصر على الحضور والمشاركة في رالي حائل لوجود، يعني أنه يحب الرالي ورالي يعني المنطقة، ما يحب هو محب للرياضة قبل كل شيء، يعني محب رياضة السيارات، هو عاشق من يعني من 2005 و 2006 دخل رالي حائل، والى الان حاضر بقوه ما شاء الله عليه. قبل شوي طبعا استعرضنا يعني وتحمدنا على سلامته بحكم الحادث اللي حصل له في جده. صحيح. يعني حادث فعلا، حادث قوي جدا صراحه، لك الحمد، نتمنى له الحمد لله على سلامته، واللي خرج من هذا الحادث بسلام، لان الحمد لله الرياضه رياضه السيارات الحمد لله، يعني القوانين اللي فيها شروط الامن والسلامه الحمد لله، يعني بعد الله فيها حمايه كامله للمتسابق، وكما شاهدنا يعني بعض الحوادث اللي صارت للمتسابقين طلعوا منها بسلام، الا باصابات خفيفه الحمد لله، يعني تختلف عن السيارات التجاريه طبعا، السيارات المستخدمه في الشارع سيارات المتسابقين تختلف، فيها مواصفات خاصه وشروط امن وسلامه خاضعه لها لدخول مثل سباق الراليات، ما تدخل سياره عاديه، لازم الناس
احنا نوضح، نحب نوضح للمشاهدين ان لها اليات وشروط متبعه تخضع لها، تدفع للاتحاد الدولي للسيارات، ما تدخل اي سياره اي سباق الا انها تخضع لجميع تجاوز الشروط لاجل الحصول على رخصه الجواز السياره. يعني الحمد لله على سلامته اولا، يعني لانه الحادث اللي صار له يعني حادث مو بسهل. صحيح. يعني ولكن لطف رب العالمين عليه، ونقول الله يديم عليه الصحة ويخلي الهلا والعيال إن شاء الله، وما يشوف مكروه، وإن شاء الله نشوفه في المنافسات القادمة. طبعا هو كان معنا قبل شوي يقول ممكن تلاقوني بكرة راكب دباب وماشي. والله هو ما تقول عليه راجح بأي وقت، يعني ما بأي وقت، ما شاء الله عليه، هو متمكن وسائق متحمس، وما شاء الله عليه بطل، يعني على بطل حلفة سبعة وبطل في فئة التي تو، ما شاء الله مسيطر عليه، وسائق سريع جدا، يعني ما يستهان فيه، بطل منافس يبغى ينافس سيارات المصانع وسيارة ستاندر عادية، ما شاء الله عليه، يعني قلبه على قولهم قوي، يعني يدخل هي الرياضة هذه تحتاج قلب يعني قوي، مش ما فيها يعني فيها مغامرات. ولكن أنا أحب أشيد بعض السائقين حضرنا السنة هذه، بعضهم سابقين جدد مثل الكابتن خالد عيد النهار الشمري، والكابتن عايد المنسي، والكابتن مشن، والكابتن عبد الله الأسمر ما شاء الله، وكباتن داخلين، والكابتن يوسف السويدي، هذول متسابقين جدد في رأي الحائل، أخذهم الحماس ما شاء الله، ودخلوا مع ما في رعايتك، دخلوا على حسابهم الخاص. الكابتن خالد جديد لسه شباب صغير ما شاء الله، داخل على حسابه برالي حائل السنة هذه، وإن شاء الله أتمنى منه العوام القادمة أنه يحصل على الرعاية ويكون من أبرز المنافسين في رالي حائل في السنوات القادمة إن شاء الله. إيش اللي ممكن يجذب الراعي لك؟ يجذب الراعي عدة عوامل. قوة الرالي، أول شيء قوة الرالي المنافسة، قوة الرالي إعلاميا، والحضور الجماهير الكبير للرالي، وحضور متسابقين في عدد كثير. طبعا هنا الشركات فيها يعني في شيء تسويق لها ضخم كبير، حضور سواء جماهير في النقل التلفزيوني، في الاعلام، في الصحف الالكترونيه، يعني هذا يشجع الشركه انها تحضر للرالي وترعى المتسابقين. وطبعا يخضع المتسابق على حسب السي في بتاع المسابق، على حسب انجازات المتسابق وبطولاته وانجازاته، تشوف الشركه الانسب لها وتختار السائق يعني المناسب حسب الانجازات اللي موجوده عنده. أنت سبق لك دخلت في امور زي كذا، في كتسويق، كاستقطاب رعاه لبعض المتسابقين او شيء؟ في سنوات يعني من 2007 واحنا مع الشركات، ولكن انا حقيقه واقولها حقيقه مره للاسف، ان بعض شركات السيارات عندنا في السعوديه غير متعاونه مع سباق السيارات عموما في المملكه، ما هو بس السيارات الراليات، سيارات سواء الدريفت، الحلبات، الراليات الصحراويه، رالي كروس. صراحه نتمنى وتوجيه لهم عبر القنوات الرياضيه للوكلاء السيارات او سواء الشركات العالميه للسيارات انها تهتم بالشباب الرياضات، تدعمهم والدعم الصحيح، حتى يعتبر تسويق ودعايه لنفس الشركه. اذا انجزت سياره من احد سيارات الشركات، يعني مثلا اي شركه تنجز سيارتها بطول، هذا حد ذاته دعايه ضخمه جدا له على مستوى يعني الشرق الاوسط ومستوى العالم، سياره انها تحقق بطوله في رالي يعني صعب مثل رالي حائل، يعني شيء ما هو سهل صراحه. رالي حائل من اصعب الراليات وامتعها، صعب وممتع وجماهيري، لذلك رالي حائل قوي في جماهيره وما شاء الله وصعوبته. رالي جدة كيف؟ طبعا بدأنا تناقشنا اليوم، دخلنا في موضوع رالي جدة وما يتعلق برالي جدة، كيف تشوف رالي جدة؟ والله رالي جدة جيد، ولا أصعب ولا أسهل ولا؟ لا في صعوبة، مراحل مراحل رالي جدة فيها صعوبة، يعني فيها نوع من الرمل ناعم أصعب ممكن من رالي حائل، وفيها الأحجار يعني أودية صعبة جدا، فيها الأودية ممكن بكثرة أكثر من رالي حائل، في مناطق جبلية يعني في حصى كثير، السيارات تحصل لها مشاكل كثيرة. ولكن رالي جدة من ناحية المسار قوي جدا، ولكن من ناحية التسويقية صراحة يحتاج اكبر، يعني دعايه اكبر وتغطيه اعلاميه اكثر واهتمام بالسائقين صراحه، لان السائقين لو وجدوا اهتمام برالي جده لكانوا المشاركين عدد كثير، لكن رالي حائل ما شاء الله عنده اهتمام بالسائقين واستماع ارائهم ومشاكلهم وش اللي يواجهون وتصحيح الاخطاء اللي في العوامل السابقه. هذا سر من اسرار نجاح رالي حائل، انه يطرح الاسئله والمواضيع للمتسابقين، يفتح المجال انه وش اللي تبون، وش المشاكل اللي تواجه، وش في المسارات، في كل من الناحيه التنظيميه ومن الناحيه الفنيه كل شيء. فلذلك رالي حائل يتميز بالنجاح دائما،
رالي جدا ان شاء الله. نتمنى ونتمنى من الاتحاد السعودي للسيارات ان نشكر صاحب السمو الملكي الامير السلطان بن درا فيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات الدرجه الناريه وعلى اهتمامه صراحه في رياضه السيارات على مستوى المملكه، وصراحه متابع لحظه بلحظه ما شاء الله، حتى المراحل يعني يزور المراحل يوميا بنفسه بدايه الستارت والفينش ما شاء الله متابع. هذا ودليل ذلك انه رجل مهتم في هذه الرياضه، وان شاء الله نتوقع مستوى رياضه السيارات في المملكه ان شاء الله راح تبرز بشكل كبير، وراح يكون هناك ابطال سعوديين ينافسون ابطال العالم في جميع انواع رياضه السيارات على مستوى العالم ان شاء الله. جيد باذن الله. انت تحدثت عن رالي جده انه وخاصة قائم عليه الآن الكابتن عبد الله بخشب، صح؟ الكابتن عبد الله بخشب قائم على رالي جدة. يعني خبرة الكابتن عبد الله ممتاز جدا وخبرته كبيرة جدا في مجال رياضة السيارات، ولكن أحيانا الخلل ما يكون من نفس المنظم، أحيانا الخلل يكون من الخذلان من شركات الراعي، ممكن من الجهة الإعلامية والمسوقة للرالي ممكن تكون ما هي بذاك المستوى اللي يرتقي له الحدث هذا الحدث الرياضي العالمي، يعني بعض الامور يعني ما تقدر عليها، ما تقدر يد واحده ما تصفق، يعني مثلا منظم اجتهد وسوى رالي ولكن في بعض العوامل تؤثر على مسار وسمعه هذا الرالي، ولكن ان شاء الله نتمنى في الاعوام القادمه انه يصحح مسار رالي جده، تصحح الاخطاء ان شاء الله، ونتمنى عوده رالي الشرقيه اللي الحمد لله يعني انا اذكر شاركت فيه على جروبن سياره جروبن في رالي الشرقيه 2008 ما شاء الله، وكان على اعلى طراز واهتمام تنظيمي، نتمنى عوده رالي الشرقيه سواء جروبن او راليات صحراويه سياره الدفع الرباعي ان شاء الله، ونتمنى ان يكون هناك اكثر من جوله على مستوى المملكه في الراليات، نتمنى ان يكون هناك بطوله المملكه للراليات المحليه اسوه بدوله الامارات، اسوه بدوله الكويت، اسوه بدوله قطر، ما شاء الله مع المساحات القصيره عندهم ولكن عندهم ما شاء الله اكثر من 5 مرات 6 راليات في العام محليه، ومستوى الشباب متغرف في تنافس بطوله محليه، ويشجع الشباب على المشاركه والممارسه وتعلم في تفاعل ممكن مع شركات الراعي لهم؟ عندهم موجود عندهم احيانا رعايات بسيطه ولكن يسوون بطوله محليه ما تكلف يعني ضخامه مثلا الراليات اللي رالي حائل، رالي ابو ظبي، رالي عندهم راليات محليه تكلفتها بسيطه والمسافات قصيره ما هي المسافات الطويله ومقدور عليها، وجميع المتسابقين يرغبون هذه المشاركات الراليات الصغيره لاجل التدريب والمشاركه والمنافسه وفحص مستوى السائق ومستوى الملاح ومستوى السياره طبعا في هذه الراليات لكي يكون مستعد طوال العام، يكون المتسابقين طوال العام موجودين على نفس الرتم ونفس الاجواء حقت تبع الراليات وسباق السيارات، يعني الجو ما يطلع من جو هذه الرياضه، ولذلك تكون هذه البطوله. نتمنى في المملكه العربيه السعوديه ان يكون هناك بطولات محليه لفتح المجال امام الشباب للمشاركه في هذا الرالي. نعم. اليوم احنا يعني اليوم تتوقع في حاله ان شاء الله تجاوز الجميع المرحله لهذا اليوم، غدا بتكون المرحله كيف؟ والله اليوم انا اتوقع لحد الان اقول لك تغيير في تغيير بالمراكز ما انتهى السنه. انا اتكلم عن بكره المسار اللي بكره يعني اخف مسار بكره والله مسار بكره فيه اختلاف. بدايه المسار يوم قد تختلف عن بدايه المسار اليوم. هذا كما واضح في الشاشه الان نشاهد المتسابقين على جهاز التتبع. واضح في لك؟ في تقارب الان واضح التقارب بين المتسابقين في المراحل الاخيره من السباق. الان اعتقد ان الكابتن طير تقدم على الكابتن فارس على كما هو واضح امامي في الشاشه، ولذلك انا تكلمت في بدايه اللقاء ان هناك في تبديل في مراكز سلمان الشمري الثالث. انا قلت انا في تبديل تغير في مراكز الخمسه الاوائل اليوم في بدايه اللقاء الصباح، وما كما تشاهد امامك الان صار التغيير احمد شهر الرابع. انا في تكتيك انا اقول لك بعض السائقين يحب الضغط يكون في اخر 50 كيلو والبعض الاخر يكون في اول السباق بس يكون قريب ما يكون في تفاوت بعيد ما في لا لا رتم معين وحاط امامه المتسابق اللي امامه مستواه بس باقل يعني عشان
هو الوقت ما له علاقه امامك، الوقت انت تقدر يعني الوقت تتجاوز. انت الان خلف المتسابق اللي امامك الاول، ممكن تقاسم دقيقتين نص دقيقتين وانت خلفه، يعني التواقيت تختلف حتى تتضح لنا الرؤيه بعد نهايه السباق ونشوف يمكن ترتيب متغير في مرحله اليوم، كما هي مرحله امس في ترتيب، اليوم في ترتيب اخر لمرحله اليوم. ونرجع لمرحله القد، بدات مرحله الغد ارض مفتوحه، بديتها ارض جبليه ممكن 60 كيلو 70 كيلو لو 80 كيلو، والمرحله الثانيه ممكن نتوقع انها رمليه الى نهايه السباق. فهذا اختلاف، مرحله بكره فيها اختلاف مراحل اليوم. وان شاء الله نشاهد الشباب انهم اهم شيء يصلون بسلام نهايه السباق، ونتمنى لهم التوفيق. هذه لقطات حيه معنا على هواء مباشره للكابتن احمد الشيل، اعتقد احمد شيل هذه سيارة، اعتقد الكابتن احمد الشيل او مطير، لان السيارات متشابهه، كابتن مطير كابتن احمد ما ادري، كان الزملاء يفيدونا بهذه السياره سياره مين سواء، لكن ما مبين. ها جيد، فهذا التصوير الجوي معنا على الهواء مباشره، الزملاء يعطيهم الف عافيه، وكذلك ايضا الطيران المشارك معنا في التغطيه لهذا الحدث، شكر موصول لهم، يعطيهم الف عافيه على يعني تقديمهم الخدمه والتعاون مع التلفزيون في رصد هذه اللقطات مباشره على الهواء. في تغيير، اتوقع نقول مطير الان كما نشاهد، المركز الاول مطير، المركز الثاني فارس، المركز الثالث احمد الشهيل، والمركز الرابع سلمان الشمري. صار فيه تغيير في المراكز لحد الان ما انتهى السباق، والله اعلم وش يصير، يعني ما ندري، يمكن يحصل تغيير جديد في المراكز الاولى، والمركز الخامس والسادس والسابع صار فيها تغيير طبعا جديد. كما نشاهد الشاشه امامنا جهاز التتبع، في تبادل مراكز بين المركز الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، تغيرت الاسماء وحضرت اسماء جديده على المراكز الاولى، ونتمنى لهم السلامه ان شاء الله. هو تقريبا في توم الساعه 51 دقيقه ممكن تكون تبان النتائج النهائيه للمتسابقين. ممكن الوصول الوصول تبان يمكن بعد الساعة 51 ذاكر الشباب، يعني اعتقد احتمال وصول بعض المتسابقين، لكن النتائج هي ما تظهر الا بعد ما تطلع النتائج النهائيه الا من اللجنه الفنيه، هي اللي تتابع وتشوف المسار، تشوف الجزات البلنتيات على بعض المتسابقين، ولكن ان شاء الله نتمنى انهم اليوم ان شاء الله ما يحصلوا على بلنتيات، ونتمنى عادة بعد الوصول ياخذون فترة عشان تبان النتائج النهائية، ولا لازم وقت ممكن تقريبا ساعتين كذا عشان فحص النتائج حتى آخر متسابق، بعد آخر متسابق تطلع النتائج، يعني في نتائج أولية طبعا ستظهر لكن ما هي الرسمية، الرسمية تطلع ممكن بعد ساعتين ثلاث ساعات، يعني الساعة تقريبا أربعة ثلاثة ممكن الساعة أربعة تطلع النتائج النهائية وتوزع على المركز الإعلامي وتظهر لنا إن شاء الله. نعم طبعا هذا المسار جاهد، مسار السباق، لكن احنا صراحه امتعونا ما شاء الله الشباب اليوم في المرحله، يعني في تبادل مراكز، في تنافس، في تغيير في جو السباق، ما شاء الله متقاربين في المنافسه في التوقيت، يعني ما شاء الله شيء جميل نشاهد منهم اليوم، وما شاء الله يعني محافظين على بعض توقيتهم وسلامه المركبه في الوصول ما شاء الله، والملاحه ما شاء الله عندهم ممتازه جدا، ما اشوف ان في اخطاء ملاحيه ولا خروج عن المسار، يعني شيء جدا مميز للشباب ما شاء الله، يعني استفادوا وكسبوا خبره من الممارسه. تتوقع السرعه كم توصل هنا؟ نعم معدل السرعه، السرعه والله اتوقع في المناطق المفتوحه تصل ل 140 150 المناطق المفتوحه، لكن المناطق الرمليه اتوقع ما تتعدى 120 الى 100 80 90 100 120، المناطق الرمليه صعبه يعني السرعه فيها ما تقدر، الظروف اللي امامك ظروف الطبيعه ما تقدر انك السرعه تكون عاليه عندك، يجب انك تاخذ الحيطه والحذر، لان المناطق ما هي مكشوفه على النظر، القياده على النظر، وعندك في الريد بوك موضح بعض الاخطار اللي عندك، فاذا كان الملاح سريع مع السائق ينبهوا قبل هذا ان شاء الله يجتازون بعض الاخطاء، لكن في احيانا تحصل بعض الاخطاء عند الملاحين والسائقين، ممكن تكون من السائق وممكن تكون من الملاح، احيانا يكون الملاح اقل قراءه من سرعه السائق، واحيانا الان نشاهد فارس، الان نشاهد المركز الاول طبعا الان متقدم الكابتن مطير، والمركز الثاني فارس، الان نشاهد تغيير في المركز الثالث والرابع.
المركز الثالث حمد الشيل، المركز الرابع ممكن سلمان الشمري، ممكن ما بينهم مسافه كبيره، اتوقع يحصل تغيير، ولكن اشاهد انا بين الرابع والسادس وفي فرق ممكن في مسافه، لكن السباق باقي فيه، لسه باقي الى خط النهايه. انا قلت قبل انه المتسابق ما يضمن يعني ترتيبه حتى يصل خط النهايه بدون جزاء بدون بلنتيات، ان شاء الله ان المنافسه تكون مشتعله بين المتسابقين، ومرحله الغد المرحله الاخيره سيكون فيها كلام اخر لجميع الفرق اللي تنافس على المراكز الاولى، فان شاء الله يكون هناك بطل جديد لهذه النسخه رالي حيل 2017، ونتمنى ان شاء الله الامن والسلامه للجميع باذن الله. لكن لكن اتكلم عن مرحله الغد والتحضير بعد مرحله اليوم، طبعا الفرق الصيانه الان ممكن جاهزه طبعا مستعده وعارفه وش بعد ما ينهي المتسابق المرحله يكتب كل المرحلات تسجلها، حتى فريق الصيانه يقوم بالاستعداد الكامل تجهيز السياره لمرحله اللي هي المرحله الثالثه والاخيره في رالي حائل. كم مسافتها ان شاء الله بتكون يعني تقريبا؟ اعتقد 260 290 الى 290 كيلو 280 كيلو تقريبا، مسافه قريبه متقاربه من مرحله اليوم، ممكن اقل بس يعني مرحله قريبه ما هي بعيده يعني عنها، ولكن مرحله الغد تتميز في الارض المفتوحه والجبليه طبعا، ففيها مفاجآت صراحه، فيها سرعه عاليه ولكن فيها خطوره. فيه اوديه وشعاب موجوده طبعا على نفس المسار اكيد في مرحله القد، وصراحه يعني تعطي السائق انه يكون سرعته عاليه، ولكن يجب انه يقود بحذر لان الخطا كارثي فادح فيها. خلاص اللي ينافس على المراكز الاولى بكره يجب انه ياخذ الحيط والحذر، لانه خلاص اذا بكره اي خطا لا سمح الله خلاص طلع سعيدة. طلع من البطوله راحت عليك على قولك. اي نعم صحيح. عموما احنا نتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع والسلامه ايضا للجميع والوصول الى نقطه النهايه بكل التوفيق ان شاء الله للمراكز الاولى، وايضا المراكز المتاخره ان شاء الله يكون كسبوا شرف المحاوله والمشاركه في المشاركه في رالي حائل بحد ذاتها انجاز، يعني السائق مثلا جديد ولا سائق يعني البطوله ما تاتي من اول مثلا مشاركه من ثاني مشاركه، لازم السائق يكون عنده خبره سابقه وتحضير، يعني ما هي باول مره ممكن ما حققت فيها تعاود مره ثانيه وثالثه ورابعه، اي لازم تعاود، انت لازم المحاولات مستمره معك حق تنال يعني مرادك تحقق المركز الاول، لكن اقول لك انا يعني البطوله تحتاج تحضير يعني متكامل باذن الله من السائق ومن جميع اطقم الفرق. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لمحلل القنوات الرياضيه في هذا الرالي رالي حائل عام 2017 الكابتن فرحان الغالب بطل رالي 2006، شكرا لتواجده معنا ان شاء الله، واليوم الغد باذن الله نلتقي به من جديد في تحليل وفي قراءه ليوم غد باذن الله في مسار الاخير، والتتويج ان شاء الله سيكون يوم الغد للفائز بالمراكز الاولى على جميع الفئات سواء تي 1 او تي 2 او تي 3، دعوتنا لهم بالتوفيق ان شاء الله، وشكرا لكم ايضا لطيب المتابعة مشاهدينا الكرام، اللقاء بكم يتجدد، متواصلين معكم بإذن الله في تغطيتنا لهذا الرالي سواء اليوم من خلال الرسائل اليومية وكذلك أيضا من ربطنا على الهواء لهذه الليلة في برنامج ليالي رالي حائل. اللقاء بكم يتجدد إن شاء الله، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.